هل اقتربنا من المرحلة الثانية في العملية السياسية في رأيك؟ من المتوقع أنه في خلال الأسابيع القادمة أن تشرع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في المصفوفة الزمنية التي وضعتها وجداول. كان في مؤتمر صحفي للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري قبل يومين في دار حزب الأمة، وأعلنوا شروعهم في البداية في المرحلة الثانية. نعم، في ظل رفض كتل العديد لهذا الاتفاق الإطاري، من سيشارك في العملية السياسية المرحلة الثانية؟ من الواضح أن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري المكون العسكري، لكن في سؤال هنا، القوى التي ترفض ماذا تنتظر؟ هل تظل في خانة رد الفعل بأنها ترفض فقط، أم يجب أن تسهم في ظل حالة من الاقتصاد مرتبكة جدا؟ البلد بتشهد حالة موات اقتصادي، ركود، كساد، أينما سرتي السودانيين يقول لك الحال واقف، الحال واقف، الحال واقف. عليهم أن يشعروا بالشارع، عليهم أن يشعروا بالناس أن مسألة الاقتصاد والانفلات الأمني والوضع الصحي مسائل لا يمكن أن تنتظر إلى ما لا نهاية. ما هي أبرز التحديات في رأيك التي ستواجه التوصل لاتفاق نهائي في وقت قريب؟ مؤكد أن الإجماع باعتبار الآن هناك كتلة الجزريين أو الحزب الشيوعي إذ أردت القول، وحزب البعث العربي للاشتراك الذي خرج من جهة، الموقعين على اتفاق جوبا أيضا جزء منهم حتى الآن يمانع في أن يشارك، لكن المهم والحاضر الدائم والأبرز هو الشارع الثوري وقضاياها الواضحة، قضايا العدالة والعدالة الانتقالية وغيرها، هي التي ستظل ليس مهدد بقدر ما هي واحدة من الأركان المهمة جدا التي يجب أن يستفيدوا في نقاشها وتوسيع المشاركة فيها.